اهلا بحضراتكم مره تانية من مدينه السلام شرم الشيخ، وخلاص ساعه بتفصلنا عن انطلاق الحدث الاهم والابرز كوب 27، والعالم ينتظر هذا الحدث بحضور واسع من قبل زعماء ورؤساء العالم والمنظمات الدوليه والاقليميه المعنيه بالمناخ. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن الدول العربيه ودور الدول العربيه في قمه المناخ كوب 27 المنعقده هنا في شرم الشيخ، وما هي الرؤيه يعني العربيه لقضايا التغيرات المناخية والحلول التي تطرحها الدول العربية، ويمكن الدول العربية من الدول الأكثر تضررا من تداعيات التأثيرات المناخية. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل مع ضيفنا دكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. يمكن زي ما كنت بقول إنه الدول العربية من الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، أهمية وجود رؤية عربية موحدة تطرح هنا في شرم الشيخ من خلال كوب 27، ومدى فاعلية هذا لحلحلة يعني أزمة التغيرات المناخية وقضايا التغيرات المناخية داخل المنطقة العربية. طبعا الدول العربية ليها فترة طويلة هي بتشتغل على رؤية عربية بالنسبة للموضوعات الخاصة بالمناخ. احنا عدينا خطة للتعامل مع التغيرات المناخية بتنقسم الى شق خاص بقضايا تغير المناخ بالتركيز على القضايا اللي هي متعلقة بالتكيف، والشق الآخر متعلق بالموضوعات التفاوضية لقضايا تغير المناخ. فيما يتعلق بالشق اللي هو الخاص بقضايا تغير المناخ، القضايا خاصة الموضوعات اللي هي متعلقة بالتكيف، في تركيز على مشروعات التكيف في بالنسبة للزراعة وبالنسبة للمياه، لأن قطاعات المياه والزراعة هي القطاعات الأكثر حساسية بالنسبة للدول العربية، ويعني عندنا رؤية بالنسبة للمجالس الوزارية المتخصصة بتقوم بإعداد تصور شامل بالنسبة لهذا الموضوع. فإحنا عندنا يعني من ضمن الأحداث اللي هي هتطرح هنا في الكوب، في دايرة حوارية رفيعة المستوى بالنسبة لأزمة الغذاء وبالنسبة لأزمة الأمن الغذائي والأمن المائي. قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي من القضايا التي ستطرح في الكوب 27 من خلال رؤية عربية موحدة. نعود لضيفنا دكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية. دكتور، يمكن كنا نتحدث قبل الموجز عن مسألة الندرة المائية والأمن الغذائي والرؤية اللي بتطرحها جامعة الدول العربية من خلال كوب 27، الجلسات اللي بتشارك فيها جامعة الدول العربية، الحلول المطروحة من قبل جامعة الدول العربية. كنت بنتكلم عن الموضوعات الامن الغذائي والامن المائي، واتكلمت عن انه فيه دايرتين حوار رفيع المستوى هيكونوا في ايام 7 و8، ودي مشارك فيها الجامعه العربيه على مستوى رفيع، يعني معالي الامين العام لجامعه الدول العربيه هيشارك بنفسه في هذه دايره الحوار. وبحكم انه احنا يعني مشكله الامن الغذائي هي مشكله مركزيه بالنسبه للدول العربية، وانه احنا عندنا تصور بتعده جامعة الدول العربية كمان بعد تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وبعد يعني جائحة كورونا قبلها. بالضبط، هي طبعا الحرب الروسية الأوكرانية سببت يعني تعميق لأزمة أساسا قائمة. صحيح. بالنسبة يعني المنطقة كلها عندنا تصور وعندنا استراتيجية للأمن الغذائي العربي بتعدها الجامعة العربية بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية. أهم الملامح لهذه الاستراتيجية العربية يعني هي بالنظر لقضايا المناخ، هي بتعتمد الاستراتيجية على الاستثمار الزراعي، وبتعتمد على انه يكون في كمان التكنولوجيا الزراعية، استخدام تكنولوجيات جديدة زي الهندسة الوراثية، بتستخدم برضو ايضا يعني التكنولوجيات اللي هي بتستخدم بالنسبة للزراعة دي ممكن تزود الانتاجية. بتتكلم على مسألة الشح المائي او الندرة المائية
الغذائية؟ سواء التغيرات المناخية متمثلة في شح المية أو في ملوحة المية أو يعني عدم وجود يعني الأجواء اللي هي المناسبة للنباتات. فطبعا احنا مع مراكز أبحاث كتيرة ومع المنظمات متخصصة في هذا الموضوع عندنا استراتيجية هي بتقوم على أساس الاستثمار الزراعي واستخدام تكنولوجيات زراعية أكثر كثافة يعني بالنسبة لهذا الموضوع. استضافة القاهرة لكوب 27 والعام القادم استضافة الإمارات لكوب 28 وأيضا السعودية تنظم المؤتمر الخاص بمكافحة التصحر التابع للأمم المتحدة في 2024، كل هذه الفعاليات العربية والمؤتمرات العربية كيف تفيد المواطن العربي من المحيط للخليج؟ أيوة طبعا كل هذه الموضوعات بتصب بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن العربي. احنا لما بنتكلم مثلا عن المؤتمر الخاص بتغير المناخ سواء السنة دي في مصر أو العام القادم بالنسبة للإمارات، هذه المؤتمرات بتعمل على يعني حشد المواقف اللي هي خاصة بدول العالم تجاه التعامل مع قضية هي بتمس المواطن بشكل أساسي، بتمس أمنه الغذائي، بتمس فرص العمل اللي هي متاحة بالنسبة للمواطنين. عايزة أتوقف مع حضرتك عند النقطة دي دكتور محمود، ايه اللي مؤثر علينا كدول عربية؟ يعني قضايا تأثيرات التغيرات المناخية بتأثر علينا كمواطنين عرب ازاي علشان نفهم الناس ببساطة؟ طيب قضايا التغيرات المناخية، احنا مع تغيرات المناخ فممكن احنا بنلاحظ مثلا كثرة ايه اللي بنسميها الـ يعني الطقس اللي هو المتطرف، انه بيبقى فيه اجواء باردة في اجواء حارة. التغيرات اللي هي بتحصل ديت بتكون يعني مسببة لأمراض يمكن من بينها حتى الكورونا ناقلة لفيروسات، وبتكون يعني بتأثر على صحة الإنسان. العواصف اللي هي الغبارية ديت بتأثر على الأمراض الصدر والأمراض الرئة بشكل كبير. من ناحية تانية يعني التغيرات ديت ممكن برضو بتأثر على المواسم بتاعة المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها مثلا تأثر بالزبط. بشكل كبير واختفى بشكل كبير، وده بيأثر على العائد بتاع المزارعين وبالتالي بتأثر على حياتهم بشكل مباشر. لما ده بيأثر على المزارعين فبيأثر كمان على الهجرة. هجرة المزارعين من الريف إلى الحضر ديت نتيجة إنه الإنتاجية في الزراعة وبالتالي العائد الزراعي بينخفض، وبالتالي بيلجأ المزارعين ان هم يتركوا الاماكن اللي هم فيها ويروحوا للحضر، وده بيعمل مشاكل بقى في نرجع تاني لمشكله العشوائيات ومشكله الـ 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 المشاكل الاجتماعيه المتعلقه بالجريمه والمتعلقه ب مثلا يعني فرص الـ العمل والبطاله وغيره. كل ديت مشاكل ما هياش يعني بعيدة عن المواطن العادي. يعني فكرة تغير المناخ كان زمان الناس بتحس انه ايه، يقولك انتوا بتتكلموا في حاجات يعني ما بتمسش المواطن. دلوقتي المواطن نفسه عارف انه بيعاني كتير من المشاكل بتاع تغير المناخ ديت لانه بيحس بيها. الحلول المبتكرة المطروحة من قبل الجامعات الدول العربية لحل يمكن أزمات المناخ والأزمات اللي بقت بتتصدر دول العالم دلوقتي بسبب التغيرات المناخية وآليات تنفيذ هذه الحلول؟ احنا الحقيقة بالنسبة للحلول اللي احنا بنطرحها طبعا احنا بنمثل مجموعة من بين مجموعات دول العالم، فاحنا بنطرح هنا رؤيتنا بالنسبة للتفاوض هنا. الرؤية دي قايمة على كذا محور، يعني اول محور ان احنا ما نركز على المصادر بتاعة يعني مصدر محدد من مصادر الانبعاثات، وانما احنا بنركز على الانبعاثات نفسها واثارها
ومن هنا لما بنحاول ان احنا نوجد حل للانبعاثات فبيبقى حل شامل لكل المصادر بتاعتها وليس لمصدر محدد. الشيء الثاني احنا بنهتم بمسألة التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، لان الدول المنطقة علشان ان هي يعني تقدم حلول للموضوع للأسف في حلول كتيرة تقوم على تكنولوجيات بتحتكرها دول متقدمة، وبالتالي احنا بنطالب بفرصة اكبر للدول النامية عموما ودول المنطقة خصوصا في مسألة نقل التكنولوجيا. يمكن دي برضو من الموضوعات اللي هي فرصة طيبة ان الواحد يقول انه هي دي موضوعات نقل التكنولوجيا من الموضوعات اللي مصر هنا كرئاسة للقمة بتهتم بيها بشكل كبير وطرحها بشكل قوي في الموضوع. واحنا كمجموعة عربية بندعم الموقف ده، وان احنا يعني عندنا كتير من الافكار والمبادرات اللي بتطرح اثناء التفاوض يعني بالنسبة للمنطقة. طيب من خلال يعني تواجدك الايام اللي فاتت في شرم الشيخ، ازاي لمست التغيير الكبير اللي حصل في مدينه شرم الشيخ وانها تكون مدينه صديقه للبيئه ونموذج لحمايه البيئه؟ والله الملاحظ والجميع الحقيقة يعني الأشاد به النقلة اللي هي الكبيرة اللي حصلت في يعني مدينة شرم الشيخ، اللي يمكن ربما يعني بقالها سنة يعني تجهيزات في المنطقة. فكرة المدينة الصديقة للبيئة ديت الحقيقة هي يعني اهتمام توجه عالمي حالياً انه يبقى المدن صديقة للبيئة. كلمة صديقة للبيئة يعني معناها ان احنا بنتكلم عن طريقة معالجة النفايات، على طريقة توليد الطاقة وطريقة تصميم المباني نفسها، ازاي تكون المباني دي مش مستهلكة للطاقة، وازاي المباني دي تكون ما بيصدرش عنها انبعاثات، طريقة السلوكيات الناس نفسهم، انه الناس تكون عارفة يعني ايه اهتمام بالبيئة ويعني ايه يكون فيه يعني عدم استخدام، حالة من الوعي. حالة من الوعي الكبير الحقيقة. فهو ده يعني تطور كبير، وشايف ان هو يعني اصبح دلوقتي بيمتد لانشطه كتيره وخارج اطار شرم الشيخ كمان. بدا الناس يبقى عندهم وعي ب الاهتمام بالبيئه. يمكن المؤتمر ده انعكاسه ايه على المواطن؟ يعني دلوقتي الناس اللي ساكنه في شرم الشيخ ايه الانعكاس اللي يعود عليهم مع تحول شرم الشيخ لمدينه صديقه للبيئه؟ أول انعكاس هيحسوه اللي هو الجودة الهواء، إنه كون إنه هي مدينة صديقة للبيئة يعني ده معناها إنه هيحسوا بإنه التلوث أقل، بالتالي الـ 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 الأمراض والمشاكل خصوصا المشاكل التنفسية بأمراض الجهاز التنفسي يعني هتقل أكيد. إحنا ما بنتكلمش في حاجة بتتم في يوم وليلة، وإنما يعني الحاجات دي بتاخد وقت طويل عبال ما الناس تحس بيها وتأثر بيها وتتأثر بيها. طيب في كوب 27 ايه اللي بيقدم جديد للإنسانية؟ ايه اللي بيقدم جديد في قضايا التغير المناخي؟ يمكن احنا عايزين طول الوقت نشعر بانه يعني كوب 27 هو تحقيق وتنفيذ للتعهدات اللي باتت يعني حبر على ورق لكن لا تنفذ. ايه اللي ممكن يخلي ده يتحول لحقيقة وواقع ينفذ بعد كوب 27؟ هو يعني الفكرة المحورية هنا للكوب 27 انه هو خد نقطة مختلفة، وهي انه الاهتمام بالتنفيذ. احنا في كل الاجتماعات اللي هي السابقة كان بيبقى في تعهدات كتيرة بتقدمها الدول، وبعد ما بينتهي الكوب خلاص التعهدات ديت ما حدش بيتابع تنفيذها. طب وهل بالظروف اللي احنا بنعدي بيها والعالم كله بيعدي بيها الدول الصناعية برأيك الآن قادرة على انها تفي بهذه الوعود؟ ده تحدي كبير
لأنه العالم كله بيعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، والمشكلة دي اتأثرت على معدلات النمو وعلى العجز المالي اللي موجود في الموازنات بالنسبة لمعظم دول العالم. والتحدي اللي أنا بتكلم عليه هو فكرة الأولويات، إنه هل الأولويات الآن هي توجيه الموارد نحو الاقتصاد الأخضر يعني الاهتمام بالبيئة، ولا الاهتمام بيكون على حساب البيئة من أجل أنشطة أخرى لمثلا يعني تفادي مشاكل البطالة وانخفاض يعني العوائد بتاعة دول العالم. فالتحدي ده ممكن نتغلب عليه عن طريق انه احنا نستمر في الانتاج، ولكن بنمط اكتر اهتمام بالبيئة. ده الحقيقة بيقوم على أساس محتاجين تمويل. التمويل ده مشكلة كبيرة بالنسبة لدول المنطقة وللدول النامية. محتاجين نقل تكنولوجيا، محتاجين أعتقد كمان النقطة اللي يمكن ما كانش بيتم الاهتمام بيها بشكل كبير هي مسألة الاهتمام بتمويل القضايا المشروعات الخاصة بالتكيف، مش بس الحد من الانبعاثات الكربونية. المشكلة انه دول العالم المتقدمة في الفترات السابقة كان الاهتمام اللي هو بزيادة مستوى الطموح، وزيادة مستوى الطموح خفض الانبعاثات علشان نحافظ على حرارة الارض يعني ما تزيدش عن 1.5 درجة مئوية. التركيز على هذا الموضوع خلى كل التمويلات وخلى الاهتمام بالاستثمار في المشروعات اللي هي خاصة بالبيئة كلها بتتحول ناحية التخفيف، يعني المشروعات اللي هي بتاعة الطاقة المتجددة، والمشروعات بتاعة تحويل الاقتصاد إلى أو تنويع الهياكل الاقتصادية، أكتر من المشروعات اللي هي بتعمل لتقليل الضرر وزيادة صلابة الفئات اللي هي الهشة زي الأطفال وزي المرأة وكبار السن. من التغيرات المناخية بالظبط اللي هم بيتأثروا بشكل أكبر بالمناخ. مشكلة التغيرات المناخية إن هي غير محايدة للفئات المجتمعية، بتضر الفئات دي أكتر من غيرها. أين نحن من مصطلح الأمان البيئي؟ ما زلنا في يعني مصطلح حدود الأمان البيئي أم أننا خرجنا عن هذا المصطلح؟ إحنا لازلنا قادرين على أن إحنا يعني نفضل في هذا الموضوع إذا قدمت الدول المتقدمة تعهداتها اللي هي من فترة طويلة يعني بتمطل فيها، وأيضا إذا كان فيه جدية في التعامل مع القضايا دي وتوعية بالنسبة للمواطنين في هذا الموضوع. حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود فتح الله، مدير إدارة البيئة بجامعة الدول العربية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. أشكركم.